من قال إن عهد الرسائل قد انتهى أو انقرض. هنا في مركز الإيداع والتوزيع التابع لبريد الجزائر، آلاف الرسائل الجديدة تصل كل يوم داخل هذه الأكياس. كل صباح نتلقاو الرسائل من البيرتوتاي يلحقونا باش راح يكون فرز، باش هذاك الفرز اللي ندير تاع الرسائل نمدوهم لي فاكتور الصباح. احنا نتلقاو من لاكابين دو شارجمون، نتلقاو الرسائل تاعنا يتفرزوا ينكتبوا، كي يلحقوا لعندنا نمدوهم لي فاكتور. من هنا تبدأ مهمة ساعي البريد. محمد تواتي واحد ممن عشق هذه المهنة، فأعطاها قرابة 40 سنة من عمره، وهو ملتزم بقبعته الزرقاء وحقيبته المليئة بأسرار العائلات. دخلت البريد الجزائر في 1979 وحبيت هالمهنة هذه، وبديتها اون كاليتي دو تيليغرافيس. هذاك الوقت هذاك بريد الجزائر كانوا يدخلوا لي تيليغرافيس، كنا بيتيتي. خدمت مدة عامين، كي لحقت في عمري 18 سنة بعثوني لألجيكار. الألجيكار كان لو كرون سونتر تاع لي فاكتور وتاع لو تري، ومن تما اللي بديت المهنة تاع موزيع البريد إلى يومنا هذايا. كعادته يلتحق كل صباح بمقر مركز البريد مليكة قايد التابع لبلدية الأبيار بالعاصمة، يؤشر على حضوره ثم يتجه صوب غرفة تغيير الملابس. يرتدي قميصه الأبيض ويضبط ربطة عنقه جيداً، وبالتأكيد لا ينسى أن يضع قبعته التي ترمز لمهنته. مع صباح بنادم يخرج من الدار الخدمة تاعو، نبداو على 8 كي ندخل الخدمة، عندنا لوتري تاع لافيل يلحقنا تاع لي فاكتور كاع تاع الجي سونتر، نترييو ونورو لي لا نوفال جينيراسيون ديالي دخلت تخدم معنا كيفاش يترييو، ولا واحد ما يعرفش حاجة نوروها له، ومن بعد كل واحد يرفد الساكوشة تاعو ويجي خارج ونورو لهم كيفاش يهضروا مع الكليون. مئات الرسائل والطرود تصل من مركز الفرز التابع لسيدي موسى إلى وحدات البريد، كل واحد يأخذ نصيبه من الرسائل حسب العناوين والأحياء التي يعمل بإقليمها. كي يلحق لو فاكتور قبل ما يجي لعندنا يروح يدير لو تخي ديالو، كي يكمل لو تخي ديالو تاع لا تورني تاعو في الكوري أوردينار يجي لعندنا نتحاسبوا معاه، ياخذ لو كوري تاعو في لا لتر اترونجير ولا لتر تاع الجي، سي دي ريكوموندي، وعندهم لي باكي ولي سياج 28. كي يكملوا كاع ويديروا الحساب تاعهم ناخذوا معاهم نديروا لو تام غادات، باسكو لازمنا نديروا لو تام غادات باش نجيستيفيو لا جورني اللي دخلت فيها هذيك لا لتر، ومن بعد كي نديروا الحساب نكملوا الحساب يسيني لي وياخذ لو كوري ديالو. جينيرالمون هذه هي الخدمه ديالنا في لو سونتر. عندنا لا كومبيتونس تاع لو ترافاي تاع لو فاكتور، يكون امين على الرسائل تاع الناس ويلحق الامانه لاصحابها. يدرسها بدقه وانتظام ثم يضعها بعنايه داخل حقيبته المميزه، ويباشر جولته سيرا على الاقدام التي تقوده الى جل احياء العاصمه. كي خلاص تري نخرج ندير لا ديستريبيسيون، نتقلق مكتاش نلحق لا تورني تاعي باش ندير لا ديستريبيسيون، باسكو نتلاقى مع الناس اللي نحبهم، نتلاقى مع شيوخ مع العجايز مع ديجون، نقصر معاهم دي فوا، ندخل سقيفه منا نسيب العجايز في السقيفه يقصروا منا كلش، صان في بليزير شغل والديه نقصر معاهم، تقول لي فاكتور كاش بريه، بعد فرحه نقول لها هذيك جاتك بريه بعثها لك وليدك ملهيه. مانيش عارف شغل نحس روحي شغل راني داخل للدار. هنا بحي ديدوش مراد يتنقل عم محمد بين الأزقة، فهو يعرف زواياه ومنازله
وأسماء قاطنيه. يدخل هذه العمارة ويبدأ في وضع الأظرفة داخل العلب حسب التسميات، وقد تصعب مهمته حين لا يجد مكاناً لوضع رسالة ما، فهو مجبر على الصعود عبر السلالم لتسليم الأمانة لأصحابها. تحكي شوية على المشاكل مع الزبون، ماشي مشاكل سيتادير كاين دي جون ما عندهمش لي باتولات، بصح الرسالة تاعو تلحق. كاين دي جون رحلوا ما يديكلاري وش يقول لك بلي رحلت، مي الرسالة تاعو تلحق. كاينين عيطوا له في التليفون، كاين اللي سقسيو جارو السيد هذا وين رحل، نريكوبيريو التليفون تاعو نعيطوا له قولوا له دير شونجمون دادريس روح تدي الامانه تاعك. فاصون هادو ما ماشي مشاكل، سي تادير لو فاكتور راه واحد من الفاميليا، شغل الامانه هذيك يكارديها مالغري السيد رحل ما عندوش لاباتولات، الامانه تلحق. ها هو يطرق الباب على بيت عائلة باقة، ترى ما الأخبار التي سوف تتلقاها اليوم؟ فاكتور، قد تكون أخباراً سارة وربما العكس. صباح الخير مدام، وش راكي؟ صفا؟ لاباس الله يهنيك، الله يحفظك، الله يحفظك. هاو لو باكي اللي كنتي تسني فيه؟ هذا لو شيكي ديالك؟ هذا تاع الولد. هكذا. وهدية تاع الاخر، الله يسلمك. صحة مدام، الله يسلمك، على خير، صح. فموزع البريد هو المسؤول عما تخفيه تلك الرسائل، وما على الرسول إلا البلاغ. فاكتور هدايا سي برسك ممبر دو لا فامي، نتعاملوا معاه معاملة حسنة، وسيرتو كي يجيب للشيوخ دي موندا ولا يفرحوا. وهو من اهل، تنجمي تقولي من اهل البيت، لا فونكسيون تاعو شغل واحد من الدار، كاين وين يضحك انا شويه كي يجيب لي موندا، وكاين وين يبكي كي يجيب لي زامبو، باسكو كاين بزاف المواطنين اللي يهربوا على لي زامبو ماذا بهم البراوات كاع ما يلعقوش، تما لو فاكتور يخسروه بنص عين، ولكنه سي ان ممبر دو لا فامي لو فاكتور. محمد توات سي سي كالكان شغل سي سي دو لا فامي، سافي 35 عام d'expérience, ça veut dire de facteur, qui nous ramène notre courrier, mais c'est quelqu'un de très spécial. Donc on le considère comme la famille. Il dit bien toujours le courrier avec le sourire. D'entrer la joie, le club, ça veut dire jamais je n'ai même. Je pense que il y a pas quelqu'un qui n'a pas de problème. Toujours il a le sourire avec la joie. Donc c'est quelqu'un qui est professionnel. دين يحب خدمته وكي نعطوا له دفون شغالات جرال الجيرين بوست يوصلها. احتكاكه اليومي بالسكان يرسخ يوما بعد يوم أن مهنة الفاكتور باقية وصامدة في وجه التغيير. برية ما تموت كما كانت، ما تموت، ما تموت. كاين لي زامبو، كاين لا بانك، كاين لا بونسيون تاع لي بونسيوني اون فرانس، لازم تجيه برية، ما كاش باسكو تجي لي من تجي لواحد فايت 60 70 سنة، سيك لازم يحكم البرية. هو خاطئ هاد التكنولوجيا هادي، البرية على سافالور، الفاكار دي سافالور انديتيرميني. لو كوريي عنده كي نقولوا ان شارم، دونك سا رومبلاس التكنولوجي سا رومبلاس با لو فاكتور، سان سافوار فير، علاقته مع الإنسانية مع اللي يوصل لهم البريد تاعو، دونك لا تكنولوجي نون رومبلاسرا جامي سا. صح لو كوريي ينقص، بصح كاين وين يقول لك الكليون ماذا بيا تجيني رساله نحكمها في يدي، وكاين دي دوكيومون تري امبورطون ما يقدروش يجوا في ليبا، يجوا في الرساله يديها الفاكتور. وكاين دي باكي قالك رانا نجيبوهم، ماشي كاين بزاف حوايج اللي نجيبوهم، كاين والكليون يفرح كي تجيه الرساله، سورتو في لافين دلاني يجوا دي بوناني يقول لك انا ماذا بيا واحد ما يقوليش بوناني في لي مايو، ماذا به تجيه رساله كارت بوستال كيما زمان، كاين ناس مازالوا يبعثوا دي كارت بوستال، مازالوا يبعثوا دي بوناني. بعد يوم شاق ومفعم بالتواصل تنتهي مهمته في توصيل الأمانات لأصحابها. قليل من الوقت للراحة والاسترخاء، ووجهة عم محمد الحديقة التي يداعب فيها أول من حمل رسائل البريد.
لتذرف أعينه دموعا غالية كلما تذكر دنو موعد ترك هذه المهنة. وإحالته على التقاعد، فتحية تقدير وعرفان. هكذا تكون قد سلمت الأمانة لأهلها على يد من وصف بالأمين والصديق والطيب مع كل السكان، ساعي البريد وسرعان ما يضع قبعته ويحمل حقيبته، فهو بالتأكيد سوف يقدم لك أخباراً جديدة. مهنة نبيلة خضعت لسلسلة من التغييرات، وقد يهدد بانقراضها التطور التكنولوجي المتسارع في وسائل الاتصال.